يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عين شخص من زملائي في منصب فطلب مني أن أقرأ له ختمة قرآنية في مكتبه بسبب توليه لهذا المنصب، فهل يجوز لي ذلك؟ لا، هذا بدعة، هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ إذا خصصنا قراءة القرآن طاعة وقربة، لكن إذا خصصت بمناسبة أو بمكان بدون دليل فهذا بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.